السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم احلى صينيه رقاق بطريقه زمان، بطريقه مامتي وجدتي، طريقه بسيطه جدا وهي هتطلع معاكي مورقه وكمان مش هتعجن معاكي. يلا بينا نشوف الطريقه. نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه هبدا فيها ان انا اعصج اللحمه. طبعا كلنا بنعرف نعصج اللحمه. اول حاجه بحط معلقه من السمنه. طبعا ما بحطش سمنه كتير لان اللحمه فيها دهون. بعد كده هبدا احط البصل. طبعا ده شيء يرجع لكم، حابين تحطوا البصل الاول مفيش مشكله، حابين تحطوا اللحمه الاول برضو. الفرق بين الاثنين البصل الاول طعمه مش بيبان لو حطيت البصل الاول، لكن لو حطيت اللحمه الاول وبعد ما تتعصب بتحط عليها البصل بيبقى طعم البصل بيبقى باين شويه. وبما ان انا عيالي ما بيحبوش البصل فانا بعمل البصل الاول عشان ما يكونش باين. هدبل البصله وبعد كده هبدا احط عليها اللحمه. طبعا بطريقه سهله جدا وبسيطه كلنا عارفينها. طبعا هحط بس شويه ملح صغيرين على البصله. البصل بقى لونه شفاف معايا كده خلاص دبل. انا عايزاه يدبل بس ما بياخدش لونه ولا بيتحمر. ببدا انزل اللحمه. انا دي معايا بصلايه حجم كبير وعليها دي نص كيلو من اللحمه المفرومه. هفضل اقلب اللحمه مع البصل وهحط عليها ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه فقط لا غير، مش هزود اي بهارات ثانيه. هستنى لغاية لما اللحمة تبدأ كده تغير لونها، بس هبدأ الأول أحط الفلفل الأسمر أو الفلفل الأسود. وهحط بهارات لحمة. وهقلبها ولما تغير لونها وتبدأ تستوي هحط الملح وكده يبقى اللحمة معانا تمام. اللحمة اهي خلاص كده جهزت معانا. دلوقتي بقى هنبدأ نجهز صينية الرقاق. انا هنا معايا الصينية هدهنها سمنة، انا حاطة فيها سمنة، هدهنها سمنة بلدي حتة حلوة كده كويسة. وياريت تكون الرقاقة قد الصينية، عادي حتى لو الصينية صغيرة أو مربعة بتكسر الرقاقة على قد الصينية. عندي هنا شوربة، لما يكون عندك شوربة بقى شوربة أي حاجة، لحمة فراخ أي شوربة، بس دي شوربة لحمة. هحط عليها معلقة سمنة كده حلوة، لازم تكون الشوربة سخنة. هتدوب بسرعة لأن الشوربة سخنة جدا. بعد كده هجيب الرقاق وهدله على طول بالشوربة. لو انت لسه مبتدئة او خايفة شوية الرقاق يعجن منك من نص او كده ممكن تحطي على الشوربة هنا معلقة من البيكنج باودر. انا عملتها قبل كده وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اللي انا كنت عاملة فيه الرقاق بالبيكنج باودر. حطيت معلقة بيكنج باودر وحطيت كمان لبن. حابين تعملوه برضو باللبن ممكن تزودي شوية لبن على الشوربة. شايفين؟ بحط 3 رقاقات تحت وثلاثة فوق او ممكن 4، ولو عندك حاجه مكسره حطيها في النص مش هتبان اصلا. سخنه قوي. انا هكمل بقى كده. انا حطيت 4 رقاقات هديهم حبه شوربه صغيرين
دي طبعا شوربه فيها سمنه، فانا مش محتاجه احط سمنه كتير. حابين برضو تدهنوا بين الرقاق والرقاقه سمنه براحتكم، بس انا كده كده مكتفيه بالسمنه اللي انا حطاها هنا، ودهنا كده كده الصينيه سمنه. بعد كده هبدأ احط بقى اللحمه المفرومه. في المحلات بيحطوا عليها بيضه، بيكسروا على اللحمه المفرومه بيضه ويقلبوها مع بعض سواء في الفطير او في كده عشان تمسك، عشان اللحمه تمسك، لكن انا بحبها كده. هي كده وكمان ممكن تحطي جبنه موتزاريلا لو حابه، لكن انا هعملها بالطريقه البسيطه جدا، الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين عليها وبنعملها طول عمرنا زمان. بعد كده هرجع تاني أبل الرقاق وأحط 4 طبقات فوق. هكمل بقى الرقاق عادي خالص، هبل وأحط على طول. هحط كمان 3. انا كده حطيت 4 طبقات فوق واربعة تحت، هبدأ اسقيهم. اشربها كده كبشة من الشوربة. انا عندي هنا وش اللبن، بس ده طلع من الفريزر فلسه مجمد. انا بس هدهن شوية سمنة كده على الوش، بسيط جدا، لان انا هزود متقلقيش حتى لو مجمدة ده كله هيسيح، أول ما تدخل الفرن هتسيح. طبعا عشان القشطة طالعة من الفريزر اهي، هي بتسيح بسرعة لأن الرقاق أصلا سخن، يعني مطرح الشوربة مكان الشوربة، شوربة سخنة. فأهو أنا مسحت وشها بوش اللبن، وكمان كنت مسحاها بشوية سمنة صغيرين وادخلها الفرن. هدخلها الفرن متسخن، انا مولعه الفرن يسخن على درجة حرارة 180-200 لغاية لما تتحمر وشها يبقى احمر معايا، يبقى كده تمام خلاص، هي كده استوت معايا. صينيه الرقاق استوت، شايفين لونها الذهبي عامل ازاي، هي سخنه طبعا بس تمام، سامعين القرمشه. هقلبها بسم الله. عامله ازاي ومورقه وطريه من جوه ومقرمشه من بره، بجد حلوه جدا وهتعجبكم. شايفين هي سخنه طبعا قوي، احلى صينيه رقاق سامعين. اتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم، وانتظروني في الفيديو القادم، وباي باي.